اروح المكان الشداد هناك. فريق الشلفه اليوم حيكون نيابه عنهم خلف القحطاني وفريق ولد ما عندي على البوديوم ولا فوزت. فريق الشلفه حيكون علي لبدان اشداد اشداد علي لبدان. فريق البيرق علي هادي. خلاص وليدي موجود خلاص. طيب ليش ما جاءوا هنا الحين؟ عنده وليد راح يصور عنده سامه مصور. اي اوكي عندهم تقارير. طيب طبعا اللي شفتهم فقط موجودين في اللوكيشن عمر بن هدال وليد البحيح. البقيه على انتم تعرفون النظام. يلا توكل على الله اعطونا الطواقي على الشاشه. تحدى من يخلف اتحدى رشيد الى خويه علي الجعيدي. يلا علي الجعيدي فريق الاشداد. يلا عطونا الطواقي على الشاشه. انا علمه جبه. شغلوا لنا يا جماعه الخير السماعه اللي تظهر فيها الصوت حق الطواقي. يلا ثلاثه طقي رقم ثلاثه فيها مبروك. اقول لك والله عندي فوز. يلا خلونا نشوف القيمة الطاقية رقم ثلاثة كم حصل عليها فريق الشلفة. الطاقية فيها 3500 ريال. طاق طاق طاقية رين رين يا جرس والثعلب. طيب أبو حنة. طيب دقائق بالمناسبة في شيء مهم ننوه عليه. بالأمس في درجات البيرق تم الإعلان أن البيرق أخذ 1850. طبعا أعلنها محمد العويسي سادي من الصفر 1850. ولكن بعد التحقق في الإعلان كانت درجات البيرق أمس بالمركز الأول. إحنا طبعا أعلننا عنهم أنهم المركز الأول ولكن بمبلغ وقدره 18250 ريال.